السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد، معكم احمد خلاف. النهارده هعرفك ازاي ان انت لو حصلت معاك مشكله الكيبورد بتاع اللابتوب بتاعك باظ او حصل فيه اي عطل، ازاي ان انت تستبدله بواحد جديد. هنتعرف على الموضوع ده عملي مع بعض. هنبدا نغير الكيبورد الخاص باللابتوب، تمام، ركب مكانه كيبورد جديد بطريقه سهله وبسيطه وبخطوات بسيطه عشان تقدر حل المشكلة ديت لو حصلت معك، تمام. شرحنا هيكون على لابتوب تشيبا C660، فتابع معايا الشرح ده عشان تعرف الطريقة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في شرح جديد مع احمد خلاف من قناة المحترف اكشن. هنتكلم في شرحنا النهاردة لو عندك لابتوب تشيبا C660 وحصل فيه عطل في الكيبورد بتاعه، تمام، الكيبورد ما بقاش يشتغل. هعرفك النهاردة ازاي ان انت تبدله او تغير الكيبورد بتاع اللابتوب بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة. لازم ان انت تشتري كيبورد جديد، تمام، في حالة ان الكيبورد اتكب عليه مية او اي حاجة، تمام، والكيبورد بايظ ما عادش نافع، تمام، هتبدأ تستبدله تجيب كيبورد جديد. هنتعرف بقى في حلقتنا النهاردة ازاي ان احنا نبدل الكيبورد اللي هو باظ في اللابتوب بكيبورد جديد. كل اللي انت هتعمله هتبدأ تجيب معاك مفك عادي، زي مفك صليبة زي كده صغير، ومفك عادي. المفك العادي هتيجي من هنا كده، هتبدأ تضغط ضغطة بسيطة عشان خاطر تطلع الشريحة دي، تمام. بعد ما تطلع الشريحة دي هتبدأ تفك المسامير اللي هي موجودة، اربع مسامير موجودين ماسكين الكيبورد، هتبدأ تفك المسامير دي زي ما انت شايف كده، تمام. هتبدأ تفك الاربع مسامير دي، تمام، هتبدأ تفك الأربع مسامير. بعد ما تفك الأربع مسامير هتسحب سحبة بسيطة كده للكيبورد، هتسحبها لورا كده، هتلاقي إن الكيبورد أساسا فيها من هنا كده زي شريحة. الشريحة ديت هتبدأ تسحب بالمفك السنين الأبيض الموجودين دول عشان خاطر تبدأ تستخرج الكيبورد القديمة. بعد ما تطلع الكيبورد القديمة هتبدأ تجيب الكيبورد الجديدة. بس أول حاجة احنا زي ما تعودنا هنجيب الأكاي ونبدأ ننظف بيه، تمام، مكان الكيبورد اللي احنا هنركبه. بعد كده نبدأ نجيب الكيبورد الجديدة، تمام. ادي الكيبورد الجديدة اللي احنا هنستبدلها مكان الكيبورد اللي هي عطلت او حصل فيها عطل. هنبدأ نجيب الكيبورد ونيجي من هنا كده عند المدخل ده، المدخل ده هو اللي هنركب فيه المشط اللي هو الخاص بالكيبورد. هنبدأ نسحب كده ونركب المشط من هنا كده بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت، وهنبدأ نضغط ضغطة بسيطة من هنا وضغطة بسيطة من هنا كده، ركب معانا الكيبورد. هنبدأ نرجع الكيبورد مكانه كده بالطريقة السهلة والبسيطة ديت. في اسنان هنا لازم تتأكد انها دخلت في الحز اللي هنا ده الموجود، بعدين نضغط كده ونجيب المسامير بتاعتنا ونبدأ نقفل الكيبورد او نقفل اللابتوب زي ما كان. تمام، هنبدأ نربط المسامير كلها زي ما كانت في الاول. تمام، وبعد ما ربطنا المسامير هنبدأ نجيب الشريحة البلاستيك اللي كانت متركبة في الأول ونبدأ نركب السن بتاعها من هنا، ونرجع نركب السن تاني من على الأخير من هنا، ونبدأ نضغط كده بإيدينا ضغطة مطولة، هي تبدأ تقفل معانا، وبكده إن احنا نكون غيرنا الكيبورد. تمام، هتلاقيها قفلت معاك زي ما انت ما شايف كده، وبكده ان انت تكون غيرت الكيبورد بتاع اللابتوب. لو جيت شغلت اللابتوب هيبدأ يشتغل معاك بدون اي مشاكل. هنستنى كده عشان نجرب الكيبورد اشتغل معانا ولا لا. زي ما انت شايف كده الكيبورد اشتغل معانا بدون اي مشاكل، وده كان بكل بساطة موضوع حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم.